امرأة من فرنسا تقول: والدي يرفض أن أتزوج من شخص معين لأنه ملتزم، وأنا أحتاج إلى إعفاف نفسي. تقول ما إيش السؤال؟ سائلة من فرنسا تقول: والدي يرفض أن أتزوج من شخص معين لأنه ملتزم. والدها مسلم ولا ما هو مسلم؟ نعم، ما ذكر. إن كان ما هو مسلم فليس له عليها ولاية، إن كان مسلما فيجب عليه أن يزوجها بالكفء الذي ترضى به، واجب عليه. فإذا أبى فهذا عضل، تسقط ولايته بالعضل وترجع إلى المركز الإسلامي القريب منها، وهم يتولون هذا الأمر. نعم.